ما معنى الهاشتاج؟ تواصل الإنسان مع غيره من الناس، سواء كانوا أهله، أقرباءه، أصدقائه، أمر مهم جدا في حياته، فهو بذلك يطمئن عليهم ويعرف آخر أخبارهم، ووسائل الاتصال مع الناس متعددة ومتطورة باستمرار. ففي قديم الزمان كان الناس يتواصلون عن طريق الحمام الزاجل والرسائل المكتوبة بخط اليد، ثم تطورت إلى البريد الورقي، وبعدها ظهر الهاتف الذي أتاح للإنسان سماع صوت الشخص الذي يريد التواصل معه. أما في أيامنا هذه فقد ظهرت الشبكة العنكبوتية، شبكة الإنترنت التي أسرت العالم بكمله بأكمله وحولته إلى قرية صغيرة، بحيث أصبح التواصل مع الآخرين دون وجود أي حدود أو حواجز أو قيود، واستطاع اختراق الحدود الجغرافية والتخلص من مشكلة المسافة التي كثيرا ما تقف عائقا في التواصل مع الآخرين. مواقع التواصل الاجتماعي. وفي أيامنا هذه شهدت ظهور ما يسمى بهذه المواقع، أي مواقع التواصل الاجتماعي التي عملت على تقريب البعيد وأتاحت لنا الاتصال مع الآخرين مهما بعدت مسافتهم عنا. وهذه المواقع هي عبارة عن مواقع إلكترونية تم إنشاؤها على شبكة الإنترنت لتتيح لنا التواصل مع الآخرين بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال المحادثة بالكتابة أو المحادثة الصوتية أو وضع الصور، كما أتاحت لنا بعض هذه المواقع المحادثة مع الآخرين بشكل مباشر بالصوت والصورة. ومن أشهر الأمثلة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تويتر، وسكايب. وقد لاحظنا في الآونة الأخيرة انتشار ما يسمى هاشتاج على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقعي تويتر والفيسبوك، والكثير من الناس يتساءلون عن الهاشتاج ولا يعرفون ما هو. الهاشتاج هو عبارة عن علامة تصنيف يتم استخدامها لتصنيف التغريدات أو الأخبار ذات الموضوع الواحد، بحيث يمكن قراءتها من قبل متابعين هذه التغريدات أو الأخبار أو من قبل غير المتابعين لها، ودائما تبدأ بإشارة الدياز زائد شلطة، هذه التي تبدو أمامنا. أهمية الهاشتاج. للهاشتاج أهمية كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن فوائدها لها أهمية كبيرة في تنظيم وترتيب المعلومات، قيامها بفلترة البيانات وتصفيتها وتصنيفها ضمن عناوين معبرة عن طبيعتها وتخصصها، كما تكمن أهميتها في مساعدتها لنا في الوصول إلى كم كبير من المعلومات حول أحداث أو مستجدات ساخنة. في موقع تويتر عند القيام بعملية البحث فإن الأولوية تكون للهاشتاج، وتساهم الهاشتاج في زيادة عدد المتابعين لتغريدة أو خبر معين. للهاشتاج عدة خصائص يجب مراعاتها عند إنشاء أي هاشتاج، وهذه الخصائص هي أن تكون الهاشتاج غير منشأة من قبل، وأن يكون اسم الهاشتاج قصيرا جدا قدر المستطاع لكي لا يأخذ الكثير من أحرف تغريدة المشاركين، أن يكون العنوان الذي تم اختياره للهاشتاج معبرا عن موضوعها قدر المستطاع، بحيث يمكن لأي شخص معرفة موضوعها من مجرد النظر إلى العنوان.